مرحبا مدينه. كيف؟ مرحبا مدينه. تعالوا. זאת השיחה הראשונה שלי בתוך סדרה של שיחות מהמזרח התיכון, כי הגיע הזמן להכיר צעירים וצעירות שפועלים ויוצרים בעולם הערבי. את מוחמד אדם הכרתי דרך הפייסבוק, והשיחות איתו תמיד מעניינות ומסקרנות. מוחמד הוא חוקר והיסטוריון מצרי שהוציא לאחרונה מחקר שעסק בלאומיות וקונפליקטיות בישראל. שוחחתי עם מוחמד על מנת לשמוע ממנו בתוך חוקר מצרי מה יש לו לחדש בנושא. محمد مرحبا. مرحبا رجاء. إسا سامعني منيح؟ شايفنا منيح؟ شايفك منيح. نبدأ المقابلة؟ نبدأ. ممتاز. اخترت محمد أن تبحث موضوع القومنة وصراع الهويات في إسرائيل. لماذا؟ ليه؟ المنشط اللي أنا قريته إن العرب يسطرون التاريخ من أجل إسرائيل، تمام؟ أوكي. إيه عرب؟ إحنا؟ لا، فعرفت بقى إن في عرب 48 وفلسطينية داخل المحتوى، ما كنتش أعرف حاجة خالص. الكلام ده سنة 2009. الفضول ده نمرة واحد. ثانيا أنا عايز أوسع مدارك، أنا ما أعرفش أي حاجة عن إسرائيل وقتها، فعايز أعرف في إيه وإيه العرب اللي جوه إسرائيل وإيه الشرقيين وإيه الغربيين، كان ما عرفش عنه حاجة خالص. فكان بدافع الفضول أولا، ثانيا بدافع المعرفة، أنا عايز أعرف. ثالثا الجانب الأدبي اللي يهمني أكتر دلوقتي، إن أنا لازم علشان أعرف أكتب رواية لازم أدرس المجتمع اللي هكتب عنه. لو أنت حكيت أنه لم تكن تعرف أي شيء عن فلسطينيين الداخل عندما بدأت البحث محمد، مظبوط؟ مظبوط. اليوم طبعا بعد ما انت قدمت البحث تبعك لللقب الثاني، سؤالي هو كان من شقين. ماذا كان الطرح تبعك؟ ما هي اسئلتك؟ ايش كان اسئلتك؟ مثلا الجزئيه اللي تخص فلسطيني داخل المحتل، الناس دي بتعاني، ان الناس دي بتعاني من الأسرالة والعبرنة، هم مجبرين على الحاجتين دول مع باسبور إسرائيلي. فمثلا انت كحد عربي ما بتتقبلش الموضوع ده، لان إسرائيل طبعا هي العدو الاستراتيجي رقم واحد بالنسبة لك عربي، لانها اغتصبت ارض فلسطين والقصة اللي كلنا عارفينها. فطب انا اتواصل مع الناس دي يا ربي اعرف احوالهم ايه، طيب ليه انا ما تقبلهمش زي ما باقي الناس ما بتتقبلهمش، فلا احاول اعرف منهم. فعرفت المعاناة دي وسياسة قضم الأراضي والعنصرية والقوانين العنصرية بتصدر من الكنيسة، طبعا بقى في العمل وفي التعليم وفي حتى في ممارسة الحقوق السياسية وحرية الإبداع والرأي. إيش تغير بفكرك محمد بالذات عن فلسطينيين الداخل بعد البحث تبعك؟ أنا بقيت متعاطف تماما مع فلسطيني الداخل المحتل. الناس دي يا جماعة مش زي ما احنا تصورنا ان العرب يسترون التاريخ من اجل اسرائيل، لا مش كده خالص. فلسطيني الداخل المحتل بيناضلوا من اجل القضيه الفلسطينيه والهويه العربيه اكتر من اي حد تاني بصراحه. يعني في الوضع ده يعني ان انا بحارب في عرين الاسد نفسه، مش من بره ما اعرفش حاجه من بره، لكن لا من جوه فعلا. ده نضال من نوع تاني خالص. بحثك غير بالرأي العام المصري بما يتعلق بفلسطينيين الداخل، ولا النظرة بعدها ما زالت نفس النظرة إنه مؤسرين؟ نجح الإعلام الإسرائيلي في تصدير صورة العربي في إسرائيل على إنه مندمج ومنصهر تماما مع المجتمع الإسرائيلي، وبيقدم على إنه إسرائيلي صرف، لا يحمل أي هوية عربية أو ثقافة عربية، وما بيدافعش عن القضية، لا خلاص بقى إسرائيلي. وده غلط غلط غلط، لكنهم نجحوا في تصدير الصورة دي للعربي، وإحنا إن شاء الله بنحاول نصحح الصورة للمثقفين العرب. ما زال مبكر إننا نسأل السؤال إن الرأي العام عند المصريين تغير ناحية عرب 48، لا ما ينفعش نقول كده. ليه؟ طبعا الرسالة لسه، أنا بقالي مثلا ما كملتش أسبوعين واللجنة أوصت إنها تطبع، فلسه الخطوات دي بقى علشان يعني القارئ المصري يعرف عن الموضوع. لكن انا من ناحيه المثقفين المقربين
سواء كانوا زملاء او اصدقاء، فعلا بدات وجهه النظر تتغير. احنا كنا فاهمين غلط، كنا فاهمين الناس دي زيهم زي اي اسرائيلي عادي، لكن الموضوع بقى مختلف تماما لما بحكي او بتكلم عن الجزئيه اللي تخص فلسطينيه داخل المحتل، وجهه النظر بتختلف تماما. السؤال تقريبا قبل الأخير، إذا أنا بسأل محمد اليوم بعد بحث طويل وعميق وكتابة 4 فصول، متخيل سيرورة مش سهلة، يعني ممكن تعطيني ب3 نقاط 4 نقاط استنتاجاتك بعد الدراسة هاي؟ بتقول لي رجاء فهمت، 1 2 3. أولا، في فرق كبير جدا ما بين الصهيونية واليهودية، تمام؟ في فرق كبير جدا ما بين إن أنا أكون مواطن أحمل الجنسية الإسرائيلية وإن أنا هويتي عربية زي مواطني الداخل المحتل. من التوصيات اللي أنا كنت بحاول أعملها إن إحنا لازم نتواصل مع فلسطيني الداخل المحتل بأي شكل من الأشكال، علشان دول عرب زينا بالظبط وبيعانوا، ما ينفعش يفضلوا بيعانوا من عنصرية الحكومة الإسرائيلية وإن إحنا نرفضهم أو نلفظهم كعرب زيهم، هم عرب زيهم زينا بالظبط وبيدافعوا عن القضية الفلسطينية أكتر مننا أو أكتر بحد تاني بيتشدق بالقضية الفلسطينية. ممتاز محمد، يعطيك العافية، يسلموا، يلا مع السلامة، باي باي. בפעם הבאה בשיחות מהמזרח התיכון נפגוש את סועד לעביז, שהיא משוררת, מתרגמת, פמיניסטית, אלג'יראית. יהיה מעניין.